أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نتعلم برنامج إكسل خلال 30 دقيقة. طبعا راح نركز على أهم المحاور المهمة في برنامج إكسل اللي ممكن من خلالها نقدر نشتغل الكثير من البيانات والمعادلات الحسابية. طبعا في البداية هنالك واجبات، هذه الواجبات راح يتم التنويه عليها خلال هذه المحاضرة، وطبعا يتم تطبيقها من قبل المتدرب، ثم تصوير الشاشة وجمع الواجبات وإرسالها إلى معرف التليجرام اللي راح يتم إرفاقه مع هذه المحاضرة في صندوق الوصف. طبعا أول ما نفتح برنامج إكسل راح نشاهد هذه الواجهة، طبعا تتكون من الصفحة الرئيسية، إدراج، تخطيط الصفحة، الصياغة. طبعا هذه أهم القوائم في برنامج إكسل، والقائمة الأهم هي الصفحة الرئيسية. طيب هنا في هذه المنطقة نشاهد مجموعة من الخطوط، خطوط عمودية وخطوط أفقية. هذه الخطوط العمودية تسمى أعمدة، وطبعا هذه الأعمدة بها أسماء من الـ A B C D وهكذا. مثلا هذا العمود اسمه L، هذا العمود اسمه I، هذا H، وهذا A وهكذا. وهذه الخطوط الأفقية تسمى صفوف، هذا الصف الأول اسمه 2، هذا الصف اسمه 6 وهكذا. تقاطع العمود مع الصف راح يكون لنا خلية، هذه الخلية تأخذ اسمها من اسم العمود مع اسم الصف. يعني هذه الخلية في أي عمود موجودة؟ بالعمود H، فإذا راح تكون H. في أي صف؟ 6، فإذا راح تكون H 6. هذه الخلية L5، هذه الخلية M13 وهكذا. اسم الخلية مهم جدا، راح نحتاجه بالمعادلات. طيب هذه الخلايا ممكن نخزن بها مجموعة من البيانات، وهذه البيانات ممكن تكون رقمية، مثلا ممكن يكون هذه بيانات رقمية، أو ممكن تكون بيانات نصية، ممكن تكون نصوص بهذا الشكل، أو ممكن تكون بيانات تاريخ اللي هي تكون خليط من النص والرقم، مثلا ممكن 22 شباط مثلا 2021. إذا لاحظ هنا عندنا بيانات رقمية، وهنا بيانات نصية، وهنا بيانات مختلطة ما بين الأرقام والنصوص. حتى نكتب بها الخلية نحدد الخلية بالماوس ونكتب الكتابة اللي احنا نريدها. طبعا هذه البيانات اللي حاليا دخلناها بالخلية هي بيانات مؤقتة، حتى تنحفظ بها الخلية بشكل دائم نضغط على المفتاح انتر من الكيبورد. وطبعا عندنا بيانات رقمية، ايضا ممكن نكتب هذه البيانات الرقمية. هذه البيانات حتى نحذفها نحدد الخلية ونضغط على المفتاح ديليت من الكيبورد. حتى نحدد مجموعة من الخلايا نضغط على هذه الخلية ونبقى ضاغطين ونسحب إلى الأسفل بالماوس من خلال الكليك الأيسر، ومن ثم ديليت. ممتاز. أيضا إذا لاحظ أن هذه الخلايا هي خلايا تحتوي على خطوط وهمية، يعني هذا الخط، هذه الخطوط اللي تشوفوها الفاتحة هي خطوط وهمية ما راح تظهر بالطباعة. حتى نخليها تظهر بالطباعة لابد ان نحولها من وهمية الى حقيقية. مثلا راح نجي نحدد هذه المجموعة من الخلايا، مثل ما تعلمنا نضغط كليك وطبعا نسحب هذه الخلايا حتى نحولها الى حدود حقيقية، طبعا من الصفحة الرئيسية بهذه المنطقة. عندنا هذا الجزء هنا، هذا الجزء اللي هو ما بين هذه السطلة وحرف اليو، اكو عندي هنا سهم، هذا السهم راح نضغط عليه، وعندنا هنا كافة الحدود، هذا الامر اللي هو كافة الحدود نقدر من خلاله نختار الحدود نحولها الى حقيقية، وايضا نقدر نلغيها من خلال نفس الامر نختار بلا حدود، هذا الامر بلا حدود راح يلغي لي الحدود. راح نسوي جدول صغير، مثلا الاسم، ومثلا نقول هنا المواليد والشهادة، مثلا الاسم علي محمد كامل. طبعا اذا الاحظ انه الاسم هذه الخلية عبر على العمود الثاني. حتى نتحكم بعرض العمود، طبعا هنا بالاعلال خط الفاصل ما بين العمودين نضغط عليه كليك ونسحب الى اليسار. المواليد مثلا 22/5/1990،
الشهادة مثلا ماجستير هندسة أو هندسة ميكانيك. بنفس الطريقة راح نوسع العمود حتى يكون بهذه الخلية. طبعا راح نجي نحدد هذه المجموعة، ومن الصفحة الرئيسية من هذا الجزء راح نختار كافة الحدود. بنفس الطريقة هذه الخلايا طبعا نقدر نعطيها لون من خلال هذا الأمر اللي هو التعبئة، هذا علامة السطلة، ممكن نختار اللون الأصفر بهذه الطريقة. أيضا ممكن نحدد هذه المعلومات ونكبر الحجم، ممكن نختار حجم 14 أو 16. طبعا لابد أن نوسع العرض مثل ما تعلمنا، نضغط كليك ونسحب إلى اليسار. طبعا الواجب الأول هو كل شخص يكتب هنا اسمه، الاسم، ويكتب مواليده، ومن ثم يكتب شهادته، وطبعا يلتقط صورة لهذا الواجب ويجهز يمه بحيث يتم جمعه مع بقية الواجبات اللي راح نبينها لاحقا حتى يتم إرسالهن وتستحقون الشهادة. طبعا هذا الجزء الأول من المحاضرة اللي هو الأساسيات ومهم جدا. الجزء الثاني اللي راح يكون خاص بالمعادلات، سهل جدا وبسيط جدا. عندنا رقم هنا مثلا 50، وعندنا هنا رقم مثلا 60، وحبينا نجمع هذا الرقم مع هذا الرقم في هذه الخلية. هذه الخلية راح نعطيها لون أصفر وراح نعطيها كافة الحدود. هذه الخلية نريد نجمع بها 50 مع 60. أول خطوة لابد نحدد الخلية اللي نريد نضيف بها الناتج. الناتج راح نضيفه هنا لو هنا لو هنا، أكيد راح ينضاف بهذه الخلية. بعدها حتى البرنامج يتعرف إنه إحنا نريد نستخدم دالة أو معادلة، نضغط على المفتاح يساوي، المفتاح يساوي اللي موجود بالكيبورد، ثم تحديد الرقم الأول، ثم العملية الحسابية مثلا زائد، ثم تحديد الرقم الثاني بالماوس يساوي، ومن ثم نحدد الخلية الأولى أو نكتب اسم الخلية اللي هي هذه الخلية ال14، يا أما نكتب اسمها يا أما نحددها بالماوس. العملية الحسابية زائد أو ناقص أو ضرب أو قسمة، ثم نحدد الرقم الآخر، ثم نضغط على انتر. مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا عملية الجمع. طيب في هذه الخلية نريد نضيف عملية الطرح، نريد نطرح 60 ناقصا 50، أيضا نفس الشيء يساوي الرقم الكبير ناقصا الرقم الصغير، ومن ثم انتر راح تتم العملية. بنفس الطريقة راح نستخدم الجمع والضرب والقسمة وباقي الأمور أو المعادلات الرياضية. جيد، تعرفنا على المعادلات الرياضية بشكل سهل، وراح ناخذ مثال تطبيقي للمعادلات الرياضية. طيب راح نجي نحدد هذه الخلايا كلها، نضغط على ديليت، ومن تعبئة الخلايا راح نجي نختار اللون الأبيض أو بلا تعبئة هذا الخيار. جيد، عندنا هنا مثلا اسم المندوب، أو ممكن نستخدم بمكان آخر. طبعا بإمكان بالأسفل هنا نقدم الورقة بهذه الطريقة، وهنا عندنا اسم المندوب، وهنا مبيعات شهر 1، طبعا أيضا بنفس الطريقة مبيعات شهر 2، مبيعات شهر 3، مبيعات شهر 4. اسم المندوب مثلا محمد، كمال، علي، باسم، مثلا زيد، أمير، كرار، عيسى، إبراهيم. طيب عندنا هذه مجموعة من الأسماء وطبعا المندوبين. طبعا نقدر نضغط دبل كليك هنا على الخط الفاصل، مباشرة راح يصير عندي حجم العمود، يعني مثلا إذا لاحظ هنا حجم العمود صغير، نضغط دبل كليك مباشرة راح يكون حجم العمود كبير. هنا مثلا المندوب محمد مثلا باع 4500،
مثلا كمال 3450 مثلا، وهكذا راح نملأ بقية الجدول حتى نختصر الوقت. طيب عندنا هذا الجدول، وعندنا بهذه المنطقة مجموع المبيعات. هذا الجدول حبينا نرتبه، قلنا نضغط دبل كليك ايسر هنا حتى يكون عندنا احتواء تلقائي. طبعا اول شيء راح نجي نكبر الحجم، مثلا راح يكون 16. طبعا ايضا عندنا المندوب نوسع العمود، نوسع أعمدة الأشهر بهذه الطريقة. جيد، راح نجي نلون العمود الأول، مثلا راح نعطي اللون الأخضر الفاتح، ومن ثم راح نجي نحدد هذا الجدول كله، وراح نحول الخطوط من وهمية إلى حقيقية مثل ما تعلمنا من هذه المنطقة، ونختار كافة الحدود. ممتاز. الآن أريد أجمع مجموع المبيعات لكل شخص، يعني هذا الشخص محمد أريد أجمع هذا الرقم مع هذا الرقم مع هذا الرقم مع هذا الرقم، تطلع النتيجة هنا. العملية كلش سهلة وبسيطة. نحدد الخلية اللي نريد نطلع بها ناتج محمد. طبعا نحدد الخلية الأولى، مو نحدد هذه الخلية. إذا حددنا هذه الخلية راح يطلع الناتج الخاص بزيد. أحدد هذه الخلية، أضغط يساوي، ضروري جدا يساوي، ثم تحديد الخلية الأولى أو مبيعات الشهر الأول زائدا من الكيبورد، ثم تحديد خلية الشهر الثاني زائدا من الكيبورد الشهر الثالث. ومن الكيبورد إذا ألاحظ هنا بهذه المنطقة ما أقدر أحدد الشهر 4، ليش؟ لأن المعادلة راح توصل بهذه المنطقة. طيب شنو أسوي؟ يا أما أكتب اسم الخلية، هذه الخلية اللي أنا أريد أحددها اللي هي في 10، يا أما أكتب في 10 هنا، نكتب في 10 بهذه الطريقة، طبعا راح يتم تحديدها. أو أنا أنصح بطريقة أخرى واللي هي الأفضل، نحدد هذه الخلية، نحدد الخلية اللي نريد نضيف بها الناتج، ونصعد بالأعلى. هذا الشريط يسمى شريط الـ FX، شريط الصيغة اللي من خلاله نكتب المعادلة. يعني نجي نحدد مو أي مكان ونجي نضغط هنا نكليك كليك، لا، نحدد هذه الخلية ونصعد هنا بالأعلى، وطبعا نغير إنجليزي، نكتب يساوي، نحدد الخلية الأولى زائدا الخلية الثانية زائدا الثالثة زائدا الرابعة، ومن ثم أضغط على إنتر راح تطلع لي نتيجة المبيعات. طيب أنا أريد أسوي بقية الخلايا، هل من المعقول أنه أجي أنزل هنا وبنفس الطريقة أجمع؟ إذا أنا عندي ألف مندوب، ما معقول أنه أسوي ألف معادلة. أكو عندي عملية ببرنامج إكسل تسمى هاندل. شنو هي الهاندل؟ أنا عندي هذه الخلية بيها معادلة، أريد هاي المعادلة أطبقها على بقية الدوال. شنو أسوي؟ إذا أجي أحدد هذه الخلية هنا بالأسفل عندي مربع، طبعا ممكن يكون بهالمنطقة أو بهالمنطقة حسب نسخة الأوفيس، إذا عربي يكون بهالمنطقة. هذا المربع عندما أخلي الماوس عليه راح يتحول الماوس إلى زائد باللون الأسود، أبقى ضاغط بالكليك الماوس الأيسر وأسحب إلى الأسفل، مثل ما نلاحظ راح يطلع لي النتائج الخاصة. وطبعا الحلو بالموضوع أنه هاي النتائج واقعية، يعني إذا أجيت هنا أنا حذفت هذا الرقم بشكل أوتوماتيكي راح يتغير عندي، جيت كتبت رقم معين كبير أوتوماتيكيا الناتج راح يكون كبير، أي أن النتائج هي واقعية وتفاعلية بشكل كبير. طبعا هذا بشكل أولي استخدام المعادلات، سهل جدا ونستخدمه بكثرة في برنامج إكسل. طبعا الواجب الثاني هو عمل هذا الواجب، ممكن لا بأس أنه ممكن نقلل الأسماء حتى نختصر الوقت من عندكم بهذه الطريقة، يعني ممكن فقط هذه أسماء المندوبين وهذه المبيعات، وأريد ناتج المبيعات. مع العلم أريدك تضغط الكليك على هذه الخلية حتى أشوف المعادلة، يعني مو تجي تضغط هنا كليك وتلتقط صورة، لا، تخلي كليك بمجموع المبيعات مو الفوق هذا الرقم، وحتى أشوف المعادلة، حتى أشوف شغلك أنت مستخدم معادلة لو كاتب الرقم بشكل يدوي. هذا طبعا الواجب الثاني بالإضافة إلى الواجب الأول هذا. طبعا هذين الواجبين راح يتم جمعهم مع بقية الواجبات اللي راح نبينهن لاحقا. نأخذ جزء مهم من برنامج إكسل اللي هو الدوال. الدوال مهمة جدا، وراح نأخذ مجموعة من الدوال
اللي راح نقدر من خلالها نستخدم المعادلات بشكل احترافي. عندنا مثال مثلا هنا الدرس الدرجة في هذه الطريقة. الدرس مثلا إسلامية، عربي، إنجليزي مثلا، فيزياء، كيمياء. طيب عندنا مثلا بالإسلامية 76، 62 مثلا، 50، 40 مثلا، و 80 مثلا، لا على التعيين. عندنا هذه درجات وهذه دروس. بالأسفل هنا بهذه المنطقة بالأسفل نريد نظهر مجموعة من الإحصاءات. أولا نريد نظهر مجموع الدروس، نريد نعرف هذا الطالب، عفوا مجموع الدرجات، ونريد نعرف المعدل، معدل هذا الطالب، وأعلى درجة، أقل درجة. طيب هذه الإحصاءات نريد نظهرها بهذه المنطقة. طبعا عندنا هنا بهذا الأعلى راح نجي ننسق هذا الجدول بشكل بسيط بهذه الطريقة، وراح نجي ننسق هذا الجدول بهذه الطريقة أيضا، يعني ممكن يكون عندنا بهذا الشكل. ممتاز. راح نجي ننطي لون. أنا أحب التلوين دائما، تلوين مهم وينطينا بعض اللمسات بهذه الطريقة. أيضا راح نجي نختار تلوين، مثلا ممكن نختار اللون هذا بهذا الشكل. طيب نريد بهذه الخلية نظهر مجموع هذه الدرجات. ممكن واحد يقول سهلة، نجي على يساوي هذه الخلية زائداً هذه الخلية زائداً هذه الخلية زائداً الخلية اللي بالأعلى زائداً الخلية اللي بالأعلى ثم انتر. صحيحة جداً هذه الخطوة، ولكن أكو معادلة أسهل من هذه الخطوة ممكن تفي بالغرض. أجي أحدد هذه الخلية، ومن الصفحة الرئيسية عندي هنا علامة السوميشن، هذه الجمع التلقائي. إذا أجي أضغط هنا على علامة المثلث بهذه الطريقة راح تطلع لي مجموعة من الدوال، المجموع المتوسط اللي هي المعدل، مجموع اللي هي مجموع درجات، المعدل نقدر من خلاله نظهر المعدل، حد أقصى اللي هو أعلى درجة، وحد أدنى اللي هو أدنى درجة. طيب سهلة جدا، شلون نتعامل وياها؟ هم نضغط على يساوي. إذا استخدمنا هذه الدوال ما يحتاج نضغط على يساوي، بس نحدد الخلية ونجي هنا بالأعلى نختار المجموع. وطبعا البرنامج هو راح يتنبأ بشكل ذكاء إلكتروني، راح يتنبأ الخلايا ويحددهن. في حال لو ما حدد هذه الخلايا أجي بالماوس راح أجي أحدد الخلايا اللي أنا أريد أجمعهن ثم أنتر. طبعا من الأخطاء الشائعة انه الشخص شو يسوي؟ يجي يحدد هذه الخلايا ومن ثم يروح على جمع تلقائي يختار المجموع. طبعا هالشيء مو صحيح، لازم نحدد الخليه الفارغه اللي نريد نضيف بها المجموع، ثم نصعد الى جمع تلقائي، ثم نضغط على المجموع ونجي نحدد الخلايا، ومن ثم انتر راح تطلع لي مجموع الدرجات. المعدل بنفس الطريقة، نحدد الخلية اللي نريد نحسب بها المعدل، ومن هذا الجزء نختار المتوسط ونحدد الخلايا الخاصة بالدرجات حتى يحسب لي المعدل الخاص بهن. بنفس الطريقة طبعا معدل الطالب 61، بنفس الطريقة نستخرج أعلى درجة من خلال نختار حد أقصى، وطبعا لابد نحدد الدرجات حتى يحسب لي أعلى درجة الهن، وبنفس الطريقة أقل درجة راح من خلال نضغط على حد أدنى ونجي نحدد هذه الدرجات. طبعا مو نجي نحدد هذه الأمور، نحدد الدرجات، والتحديد فقط للدرجات، مو ننزل هنا للأسفل، فقط إلى الدرجات ومن ثم انتر. قدرنا نطلع هذه المعلومات من خلال دالة، وطبعا هذه المعلومات تفاعلية. في حال لو أن الطالب حصل قرار ونجح أخذ 50 راح يتغير المجموع والمعدل، وأعلى وأدنى درجة راح يتم تغييرهم بشكل تفاعلي. طبعا هذا راح يكون الواجب الثالث.
اللي هو بعد عمل هذا الواجب طبعا يضغط كليك على المجموع حتى اشوف الدالة، ومن ثم يلتقط صورة للشاشة او للواجب حتى يتم جمعه مع الواجبات السابقة. طيب ممكن شخص اخر يسألني يقول انه انا اقدر بهذا المثال اقدر امسح المجموع واستخدم الدالة صم. اكيد نقدر نجي نحدد هذه الخلية ومن مجموع نختار المجموع، نحدد المبيعات، هذه المبيعات نحددها بالماوس، طبعا ما راح نحدد المبيعات كلها، نحدد المبيعات فقط الخاصة بمحمد لان احنا نريد نطلع مجموع مبيعات محمد، ومن ثم نضغط انتر. وطبعا نقدر نستخدم هاندل بنفس الطريقة. العملية سهلة جدا وبسيطة، هنا عندنا معادلات وهنا عندنا دوال. طبعا مثل ما تلاحظون البرنامج الاكسل سهل جدا وبسيط اذا احنا فهمنا مبدأ عمل البرنامج. طيب عندنا دالة مهمة جدا ودائما نستخدمها اللي هي الدالة F. الدالة F هي دالة شرطية، طبعا من خلال هذه الدالة نقدر نستعلم عن شرط معين، اذا تحقق هذا الشرط راح تظهر نتيجة معينة، واذا ما تحقق هذا الشرط راح تظهر نتيجة اخرى. مثلا عندنا هنا الدرجة وعندنا هنا النتيجة. إذا عندنا هنا الدرجة مثلا 55 راح تطلع النتيجة هنا ناجح. إذا الدرجة 30 راح تطلع النتيجة راسب. طيب الاستعلام هو البرنامج راح يجي يستعلم عن الدرجة، إذا كانت هذه الدرجة درجة النجاح راح يعطيني هنا ناجح اللي هو جواب الشرط ناجح. وإذا كانت لا مو نفس درجة النجاح راح يعطيني هنا راسب. طيب هذا هو الاستعلام. طيب نقول مثلا هنا إذا كان الحاسوب يعمل يعني النتيجة علامة الصح، وإذا كان الحاسوب لا يعمل النتيجة علامة الخطأ. طيب مثلا نقول هنا كفاءة الحاسوب، إذا كانت كفاءة الحاسوب عالية يعني الحاسوب هنا النتيجة يعني الحاسوب يعمل، إذا كانت كفاءة الحاسوب غير عالية ممكن أن الحاسوب معطل. طيب البرنامج راح يجي يستعلم عن كفاءة الحاسوب، هل هي كانت عالية أم غير عالية؟ إذا كانت غير عالية راح يعطيني معطل، وإذا كانت عالية راح يعطيني يعمل هنا مثل ما نلاحظ يعمل. ممتاز. طيب هاي الأمور شلون راح نسويها؟ راح نجي نحذف هذا الجزء ديليت. عندنا هذا المثال اللي هو كفاءة الحاسوب والنتيجة. طيب نريد بهذه المنطقة البرنامج بشكل اوتوماتيك اذا كانت كفاءة الحاسوب عالية راح يعطيني يعمل، واذا كانت غير عالية راح يعطيني لا يعمل او معطل. طيب سهلة جدا، راح نجي نحدد هذه الخلية، وبالاعلى من قائمة صيغ عندنا هنا الجزء الخاص بمنطقي. طبعا عندنا هنا مجموعة من الصيغ او الدوال، صيغ يعني دالة، نجي الى منطقي ونختار F الدالة F. جيد سهلة جدا نختارها بهذه الطريقة. طبعا هذه النافذة نقدر نحركها نخليها بالمكان اللي احنا نريده. هذه الدالة بها ثلاثة مطالب، المطلب الاول تحديد الشرط اللي من خلاله راح نستعلم، المطلب الثاني اللي هو تحديد اذا كان الشرط تحقق راح يعطيني نتيجة فنكتب هاي النتيجة، واذا هذا الشرط ما تحقق راح يعطيني نتيجة اخرى راح نكتب هذه النتيجة. ناخذ مثال الشرط اللي هو إذا كانت هذه الخلية، هذه الخلية نحددها، إذا كانت هذه الخلية تساوي، إذا كانت هذه الخلية تساوي عالية، إذا كانت عالية شطيني يطيني هنا يعمل، وإذا كانت مو عالية يعني إذا كانت جواب عكس الأول يعني مو الجواب اللي هو الأول يطيني هنا معطل. طيب هنا البرنامج ما راح يقبل، راح يعطيني
خلل. ليش؟ لأن هنا كلمة عالية ما يقبل تكون بهذه الطريقة، لابد أن تكون بهذه الطريقة، طيب، أو بهذه الطريقة بين علامتين اقتباس. فش نسوي؟ لابد أن نضيف علامتين اقتباس بهذه المنطقة طبعاً، ويعني المفروض من البداية نمسحها. علامتين اقتباس نكتب عالية، ومن ثم علامتين اقتباس. العلامتين الاقتباس اللي هن شفت وحرف طاء بالعربي، نضغطهن سوية راح تظهر لنا علامة الاقتباس يعمل ومعطل. إذا كان مكتوب فعلاً بالخلية اللي هي AS18، إذا فعلاً مكتوب عالية شو راح يعطيني؟ يعمل. وإذا لا راح يعطيني معطل. طيب إذا أجي أضغط على موافق ما راح يعطيني يعمل، راح يعطيني معطل رغم أنه هي عالية. ليش؟ لأن هنا أكو عندي فراغ والبرنامج ما يقبل بالفراغ، لابد أنه أضغط دبل كليك وأجي أمسح هذا الفراغ من خلال المفتاح باك سبيس، ومن ثم أضغط على إنتر راح يعطيني يعمل. إذا أجي هنا أنا أختار غير عالية يعني الكفاءة مو عالية راح يعطيني معطل. إذا عالية طبعا لازم أضغط دبل كليك وامسح هذا الجزء ويا الفراغ راح يعطيني يعمل. هنا البرنامج راح يستعلم عن الداله او عن هذه الخليه، اذا لقى بها مكتوب عاليه يعطيني يعمل، لقى مكتوب غير عاليه راح يعطيني معطل. طيب يعمل والمعطل بكيف البرنامج هو يعطيني اياهن؟ لو احنا هنا حددنا، قلنا له اذا كانت عالية اعطينا يعمل، واذا كانت لا غير عالية انطيني معطل. طيب هذه هي الدالة F. طيب هنا عدنا مثلا بهذه الطريقة نطلع النتيجة لهذا الدرس. بنفس الطريقة راح نجي نحدد هذه الخلية، ومن صيغ نجي الى منطقي ونختار F. وطبعا مثل ما نوهنا انه نحدد الخليه الفارغه اللي نريد نطلع بها نتيجه، مو نحدد الخليه اللي هي بها الدرجه. طيب راح يعطيني الشرط، الشرط اللي هو شنو؟ يعني هنا النتيجه راح تطلع ناجح لو راسب على اي شيء يعتمد؟ يعتمد على الدرجه، فراح نجي نحدد الدرجه ونحدد الرقم، مو نحدد هذه الدرجه، لا نحدد الرقم. اذا كانت هذه الدرجه تساوي 50 انطيني ناجح، اذا كانت لا مو 50 انطيني راسب. طيب هنا شنطاني راسب، اذا كانت 50 شنطاني ناجح، اذا كانت 55 انطاني راسب. طيب ليش؟ انا قلت له لو 50 انطيني ناجح، غير ال 50 ايش تعطيني؟ راسب. طيب هالشي مو صحيح، لابد ان نعدل المعادله شويه. راح نجي نمسحها ونعيدها من صيغ منطقي ومن ثم اف. اذا كانت هذه الدرجه اكبر يعني الاكبر شلون نسويها؟ شفت حرف زاي من الكيبورد، طبعا لازم نغير انجليزي، شفت حرف زاي من الكيبورد راح تعطيني علامه الاكبر. شفت حرف زاي اللي هي بصف حرف الضاد، حرف الزاي اكبر او تساوي 50، يعني اذا كانت تساوي 50 انطيني ناجح. اي طبعا لابد نغير عربي ناجح. إذا كانت هاي الخلية تساوي 50 انطيني ناجح، إذا أكبر من 50 51 52 55 60 70 أكبر انطيني ناجح. إذا كانت لا أصغر من 50 يعني هنا الأكبر أو تساوي 50 فما فوق، هذه كلها للناجح. إذا كانت عكس الشرط يعني أصغر من 50 مو أكبر من 50، إذا كانت أصغر من 50 انطيني راسب. ومن ثم موافق، لاحظ هنا راح يعطيني ناجح. ليش؟ لأن 55 إذا كانت مثلاً 50 ناجح، إذا كانت 40 راح يعطيني راسب. فقط ملاحظة هنا الخمسين ما كتبنا علامات اقتباس، قبل شوية الكفاءة عالية كتبنا علامات اقتباس. ليش؟ الأرقام ما يحتاج نكتب علامات اقتباس، فقط إذا كان عندي نصوص إذا أريد أستعلم عن نصوص أخلي علامات اقتباس. راح ناخذ مثال اخير ونختم به هذه المحاضره. هنا عندنا مثلا النتيجه بهذه الطريقه، وطبعا نقدر نجري عمليات تنسيقيه بهذا الشكل. طبعا نقدر نحدد هذا الجزء كله وننطيه كافه الحدود. اريد هنا الدرس اللي ناجح به يكتب لي بيه ناجح. نفس الطريقه نحدد هذه الخليه
ونجي إلى صيغ ونجي إلى منطقي ثم نجي إلى F. وطبعا مثل ما قلنا راح نستعلم على الدرس، طبعا راح نجي نحدد هذا الخلية لو هذا الخلية اللي مقابل الدالة اللي أنا جاي أشتغل اللي هي الإسلامية، وما نحدد الكتابة، نحدد هذا الجزء اللي هو الدرس. إذا كان طبعا نغير إنجليزي، إذا كان أكبر شفتوا حرف زاي أكبر أو يساوي 50، إذا كان أكبر أو يساوي 50 نغير عربي اشتطيني ناجح، إذا كان لا أصغر من 50 اشتطيني راسب، ونجي على موافق، وطبعا نقدر نجري هاندل بنفس الطريقة. هذه الأشخاص كلهم ناجحين، حتى نجرب هذا مثلا نسوي 44 راح يطيني راسب. طبعا هذا هو الواجب الأخير، نحدد هذه الخلية حتى أشوف أني الدالة F شلون أنت مشتغلها، وطبعا تلتقط صورة لهذه الجدول أو هذا الواجب. هذه الواجبات كلها تجمعها وترسلها مع معرف التليجرام اللي راح يكون مرفق مع صندوق وصف هذه المحاضرة. طبعا هذه الدوال والمعادلات وهذا الشرح هو أهم ما موجود ببرنامج Excel. بهذه الطريقة نقدر نقول تعلمت على الجزء المهمة ببرنامج Excel، تقدر تشتغل بهذا البرنامج من خلال الدوال اللي تعلمتها. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.